السلام عليكم. موعد وتوقيت مباراة فريق مانشستر سيتي وفريق ليفربول في نهائي درع الاتحاد الإنجليزي 2022، والقنوات الناقلة لهذه المباراة. يلعب فريق مانشستر سيتي نهائي درع الاتحاد الإنجليزي بوصفه بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز لسنة 2022، ويلعب فريق ليفربول النهائي بوصفه بطلا لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لسنة 2022، ويستضيف ملعب كينغ باور في مدينة ليستر الإنجليزية لقاء مانشستر سيتي وليفربول في نهائي درع الاتحاد الإنجليزي يوم السبت 30 يوليوز 2022 في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله. ومن المرتقب نقل مباراة مانشستر سيتي وليفربول على قناة بي إن سبورتس واحدة شتي بريميوم.